والصابرين والصابرات. فالصحابية قالوا لها زوجك؟ قالت ورسول الله؟ قالوا لها بخير حي. قالت كل مصيبة دون رسول الله جلل. كلمة جلل تستعمل للأمر العظيم وللأمر الحقير. هو للأمر الحقير، يعني ما دام النبي حي يعني الإسلام حي، الشمس ما دام شاعله إذا الشمعة راحت ما بهم. بعد ساعة قالوا لأبوك، بعدين أخوك، بعدين ابنك، وكل ذلك تجيب كل مصيبة دون رسول الله جلل. اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. هي صارت أهل اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك يقين. في الإيمان بالغيب يؤمنون بالغيب، وفي اليقين وبالآخرة هم يوقنون. فإذا صرت من أهل اليقين بتشوف الجنة إبني، وصير مع الله، وبتخرج من قلبك كل تعلقاتك الدنيوية، المال والولد. الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله قال زين للناس لما زين للمؤمنين، زين للناس لما زين للمسلمين، انت ناس لما مسلمين. هون في يا أيها الذين آمنوا، في يا أيها الناس، انت لساتك ناس. كمان يا ترى ناس، في ناس وفي ناس ناس. وكان بعضهم يقول ذهب الناس وبقي الناس ناس، العمى. إذا كمان ناس ما عاد فينا، مجالسنا، أحاديثنا، سهراتنا، أموالنا، ثرواتنا، مسؤولياتنا، وين يا أبني؟ كي أهدافنا في الحياة، شعورنا بالمسؤوليات، شعورنا بالله، بأوامر القرآن، هي بدها تكون كلها صار ملكة في وجودك. فلما رأت رسول الله راجعا من أحد ركضت إليه وصارت تتلمس ثيابه تتبارك به وتقول كل مصيبة دونك جلل، لا أبالي بمن فقدت إذ سلمت من عطب. أنت سالم كله في ذاك. هذا من الإيمان، هذا من الإسلام.